مساحة مينيما حكمة أن المعلومة أكثر ضرورة. تحية لكم جميعا. الحضور ديالكم بطاقمكم الرائع بصمات تي في، بصمات تي في الهادفة والتي عهدناها على مواضيع هادفة وجيدة، واليوم ترسخ مشاركتها معنا في افتتاح العرض الرسمي الأول لفيلم غيتا. هذا يشرفنا جميعا باسمي وباسم جميع الطاقم التقني والفني. فيلم غيتا هو فيلم تربوي وهادف، ولهذا كما كتلاحظوا فالجمهور كله عبارة كين شباب كين أطفال، لأن الفيلم هو تربوي بامتياز وكيحمل رسائل لترسيخ ثقافة نبت العنف داخل المنظومة التربوية. من الفيلم ينال الإعجاب ديال الجمهور الذي حضر بكثافة. وزارة الثقافة والشباب والرياضة وتمثيلية المندوبية الإقليمية لمكناس، كما أشكر علاقة مكناس وكل المنطقة الإدارية التي ساهمت في تسهيل المصادر القانونية لإخراج هذا الفيلم. كنشكر حضور الكريم اللي جا، يعني كبر بيا. تنشكروا بزاف ساكنه مكناس حكم الفيلم تصور في مدينه مكناس، وعبد الرافعي مخرج مكناسي، والفيلم كيمثل مدينه مكناس جميع الدول العربيه والدوليه، والحمد لله تيتوج بمجموعه الجوائز. وفاجئت انا مكناس لقيت اقبال كبير. كنشكرهم بزاف، كنشكر الجمهور، كنشكر جمعيه المجتمع المدني المساندين، وكنشكركم بزاف. اول مره غنظهر في الشاشه، يعني كنشكر بزاف الاخ ديالي اللي عطاني هذه الفرصه. الفيلم هو رساله تربويه اللي كان الاستاذ كيعنفني، وحتى انا ما كنتش سهله اللي كنت كنعنفو لفظيا. كان الاحساس ديالي في الكواليس كان زوين، وخا ضربنا فيه تماره ماشي مشكل. اليوم هو زوين، ولكن كاينه الخلعه حيت اول مره غادي نطلع فوق الخشبه قدام الجمهور، يعني اول تجربه الاولى ديالي.